لكن يعني هنا غير المغرب مع يعني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قام الصحفي محمد شوبير بطرح مجموعة من الأسئلة على الدولي المغربي بدر بانون، حاول من خلالها التقليل من جمهور الرجاء مقارنة بجمهور الأهلي المصري، الشيء الذي جعل بدر بانون يرد بقوة ويقول جمهور الرجاء جمهور كبير ولم أحس بالفرق بين المغرب ومصر. أترككم مع الفيديو، ولكن قبل ذلك المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا. ما شاء الله، هذه الثقة يا بدر، الناس حسك كأنك في النادي الأهلي من زمان. الرجاء زي ما اتفقنا انه اسم كبير ونادي كبير وجماهيري كبير، لكن يعني هنا غير المغرب مع يعني الكرة هناك والدوري هناك وكل حاجة رائعة وعظيمة، عارف جماهير الأهلي وعصبية جماهير النادي الأهلي رغم انها مش موجودة في الملعب، لكنه لا ترضى بغير البطولات ولا ترضى بغير اللاعب يكون متألق. هل ده حط عليك عبء هذا او هذه الثقة اللي موجودة عندك؟ الحقيقة الناس مندهشة جدا منها يا بدر. لا والله كابتن شوبير، انا والله ما بينليش في فرق كبير، علشان برضو انت عارف جمهور الرجاء طبعا دائما يتطلب منك انك تفوز ويديك ضغط كبير، وبرضو انا ما تنساش كنت ابن النادي ودائما احس بان الجمهور بينادي ابناء النادي علشان يشيلوا الفريق، وانت عارف الازمه اللي كان مر منها النادي، وكنت دائما تحت ضغط كبير. والحمد لله برضو هنا انت عارف لما كنت انا في الرجاء الكل كان بيتكلم على الاهلي في القاره الافريقيه، الحمد لله الكل عارف القيمه ديال النادي الاهلي، والحمد لله انا اول ما اختاريت انني اجي على النادي الاهلي كنت عارف ان راح تكون مستنياني حاجات كثيره هنا، والحمد لله من اول يوم جيت على النادي كنت مركز على شغلي ودائما استمع للاعيبه اللي موجوده هنا في النادي من قبلي ومضت سنين هنا، زي وليد سليمان، زي سعد سمير والشناوي، دائما بيدوك حاجه جديده اللي تحاول انك تشتغل عليها علشان تبقى تحت ظن جمهور النادي الاهلي. اذا وجودك في نادي جماهيري كبير زي النادي الرجاء ببطولاته بتاريخه سهل عليك الماموريه جدا في النادي الاهلي يا بدر. ايوه طبعا طبعا، نعم. دي حاجه الحمد لله احمد ربنا عليها انني كبرت وترعرعت في نادي كبير زي نادي الرجاء.